ما في شك أن بعض أنماط الحياة تغيرت عن الفلبلان. حياة فيها نشاط، تمارين أقل، مأكولات سريعة ودسم وحلويات أكثر. سلامة، تدرين أن بسبب هالأمور 19% من الناس في الإمارات عندهم داء السكر؟ ها؟ هي. وهالنسبة وايد تخوف، لأن حول العالم 9% من البالغين مصابين بداء السكري. لكن بإذن الله نقدر نوقف انتشار الداء، والبداية من الوقاية، لأن من العوامل اللي تزيد خطر الإصابة السمنة، الكسل والخمول، ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، بالإضافة لعامل وراثي والعمر. السكري ممكن يؤدي لمضاعفات على القلب والعيون، الكلى والأعصاب وغيرهم وغيرهم. المهم إن نقدر نتخلص منه بنسبة 60% بالرياضة والحمية. سووا فحوصات طبية دورية، انتبهوا لأي تشققات في القدمين أو تغيرات في الجلد، وقفوا تدخين، وابتعدوا عن دهون السكريات، وزيدوا من الرياضة، وعساكم دوم بصحة وسعادة.